من الأخبار اللافتة أنه وزراء الري السابقين في مصر عقدوا مؤتمر صحفي أعلنوا فيه عن تفاصيل تأسيس المنتدى العربي للمياه. دي 22 دولة كانوا موجودين في هذا المنتدى، وأعتقد أنه جاي في وقت مهم. يعني هذه الخبرات لما تيجي تجتمع وتتكلم عن المياه وأزماتها ومشاكلها والخطر اللي جاي، أعتقد أنه منتدى مهم. عايز أوري حضراتكم جزء مما جرى في هذا المؤتمر الصحفي. بنتكلم على المنتدى العربي للمياه الرابع، وده منتدى بيعقد كل 3 سنين مرة، ويعتبر من أهم الأنشطة اللي بينظمها المجلس العربي للمياه، وفيها بتناقش المشاكل بتاعة العالم العربي المائية. وإحنا عارفين أن العالم العربي يعني بيعاني الآن من ندرة الموارد المائية، فكل ما يهم ويعين المياه في العالم العربي بيناقش في هذا المنتدى. المنتدى هذا العام في دورته الرابعة بياخذ شعار، هذا الشعار انطلاقا وإيمانا بأنه المياه هي عنصر للسلام وعنصر للتعاون وعنصر للتكامل بما يحقق التنمية المستدامة وحقق طموحات بصفة خاصة الشعوب العربية، لأن احنا في ظل تحديات إقليمية ودولية بتواجه المنطقة العربية خصوصا في قطاع المياه. لدينا ندرة في المياه، المنطقة العربية الأكثر جفافا، هناك في التغيرات المناخية، لدينا فجوة مائية، بنستورد 50% من غذائنا. النهاردة في اللاجئين والنزوحات القصرية وتأثيرها على البيئة وعلى الاقتصاد وعلى الأبعاد الاجتماعية. بنتكلم إن أكثر من 60% من المياه تأتي من خارج حدود المنطقة العربية. إحنا كمجلس عربي للمياه دايما بيكون المنتدى بتاعنا بيسبق المنتدى العالمي بعدة أشهر حتى نعد مشاركة البلاد العربية في هذا المنتدى اللي بتشارك فيه جميع دول العالم، وبيبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 20,000 مشارك من كل أنحاء العالم. وبالتالي إحنا كنا خدنا خطوة أكثر في اختيار الشعار، إن قلنا الشراكة في المياه هي شراكة في المصير. الشراكة في المياه مشاركة في المصير، شعار المنتدى العربي الرابع للمياه والذي يقام في مصر في دورته الرابعة بمشاركة 22 دولة عربية من أجل مواكبة التنمية المستدامة للوطن العربي. عبد الرحمن داود، 90 دقيقة، قناة المحور.